السلام عليكم الناس، كنتمنى تكونوا مزيانين وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. واليوم جبت لكم فيديو جديد مختلف شويه. غندير معكم اليوم مانيكير في الدار، كنت ناويه نديرو لحقاش يديا كحالتهم، وقلت نشاركها معكم حيت انا الدومين ديالي هو هذا، يعني استيتيسيان، وقلت نبقى نشارك معكم هكا كل حاجه كل مره باش نتوما تستافدوا. اي وحده ما كتعرفش لشي حاجه تعلم ليها وديرها غير في الدار، لا ما تحتاج تمشي للصالون. وكاينين بزاف ديال الدريات الله يحسن العوام ماشي بالامكانيات ديالهم باش يمشيو للصالون يقادو يديهم، تقدر تقادوهم غير في الدار، يعني ما تحتاج تمشي للصالون. وكاينين اللي خدامين او لا كيقراو وما عندهمش الوقت كيفاش يديروا يمشيو للصالون، تقدر تقاديها غير في الدار. وبهاد المكونات وهاد الماتيريال تقدر يكونوا عند اي وحده في الدار، يعني ماشي بالضروره تشري او لا سميتو، هاد المكونات غيكونوا عند اي وحده في الدار، ما غتحتاجي حتى حاجه من الزنقه او لا شي حاجه اللي صعيبه. وغتشوفوا معايا في هاد الفيديو، الا كان عجبكم الفيديو ان شاء الله ندير معكم شي حاجه اخرى. واي حاجه غتبغيوها بحال هاد الدومين ديالي، اي حاجه غتبغيوها غنشاركها معكم، قولوها لي غير في لي كومونتير ان شاء الله. وغنبداو الفيديو. عندي هنايا ماتيريال، هذه البول اللي كنحطو فيها اليد باش ترطب، باش ترطب لابول اللي دايره على الضفر لابو مورت. مي ما تقد... الا ما كانتش عندكم ماشي مشكل، تقدروا ديروا شي بانيو صغير هكا في الدار او شي حاجه، ماشي بالضروره هذا. وعندي هنا لاليم اللي هي المبرد، وعندي هنا بوليسوار، عندي هذه بوليسوار قديمه حالتها او لا دو 3 فاس كما كيقولوا ليها. وعندي هنا جيل، تقدروا تستعملوا اي جيل ديال اليدين عندكم في الدار. وعندي الكريم عفوا الماسك ديال اليدين اللي غنديرو ابخي ما نساليو. وعندي هنا الكوماج اللي غنقوميو به ايدينا، وعندي الكريم اللي غنديروه لابو مورت باش ترطاب، وعندي تما بانسو اللي غنخدمو بها الماسك، وهني باطوني، وعندي القطن، وكلينيكس غنحتاجو بحال غنمسحو ايدينا ولا شي حاجة. وهانتوما معايا غنبداو الفيديو ان شاء الله. وعندي هنا السيرفييت ولانكول، نسيت ما وريتوش ليكم، ها هو لانكول الا ما عندكمش، ولكن ضروري كيكون في الدار الا ما عندكمش تقدروا ديروا ديزولفون. المهم كتعقموا به بانسو ضروري. وهانتوما غتشوفوا لي زيتاب كامله في لا فيديو. ها هما تفيراتي قبل ما نقادهم. دابا غنليمي ضفاري، وانا كيعجبني لا فورم ديال الضفار ديالي تكون كاري اوغون من الجناب، داكشي علاش كنليمي الجناب بزاف. وهاد لا فورم هي اللي كتعجبني، و راه كاين بزاف ديال الانواع ديال لي فورم. ولا بغيتو شي مره نوريكم فيديو بوحدو ديال لي فورم ديال الضفار كيفاش تخدموهم، قولوا عليا في لي كومونتير، وغندير معكم فيديو كيفاش تليميو الضفار وكيفاش ديرو لي فورم اللي بغيتو. وهانتوما ومن بعد ما ليميت الضفار ديالي مسحتهم بالقطن، ها هما. دا
دابا غندير لاكريم للطفار ديالي باش نديرهم في البول باش ترطب ديك لا بوموغت اللي عندي في الجناب ديال الطفار. غنحط الديه في البول كما كتشوفوا. وغنخليها واحد 5 دقائق بحال هكذاك عاد غنحيد الديه ونخدمها ان شاء الله. من بعد ما دازت 5 دقائق حيدت الديه من الماء وغنمسحها بكلينيكس باش نحيد داك الماء والكريم باش نحيد دابا لا بو مورت. هزيت الباطوني وغنبدا نحيد بها ما بين ديك الحيمه اللي خاصها تحيد او لا بو مورت اللي خاصها تحيد ما بين الضفر وسميتو. تندفعها وتنقض فراسي من التحت وهانتوما كتشوفوا الطريقة. وغناخذ البانسو هانتوما كنشدو بحال هكا بهاد الطريقة باش نتحكم فيه وتنحط الراس ديالو على لابو اللي خاصها تحيد بحال كيما كتشوفوا. فراتي من بعد ما نقيتهم هانتوما كيما كتشوفوا تنقاو. ودابا غندير البوليسوار لفراتي باش يعطيو اللمعان. هادي دابا اللي خدامه بها انا كدير يعني كتحيد بحال دوك السطوره اللي كيكونوا عندنا من فوق الضفار وكيكونوا حارشين. هادي كتحيد بحال داكشي كله كتحيدو. ومن بعد عاد غندير اللي كتلمع الاظافر هي ديك الغوز. و
هانتوما تشوفوا في النهايه كيفاش غيوليو الدفيرات ان شاء الله. دابا غندير القوماج وغنقومي به ايديا مزيان. غنقومي ايديا بحال هكا مزيان تنحس بهم يعني القوماج ما بقاش. ودابا غنمسح يديا بونجا فيها الماء. دابا غندير الماسك. غنخلي الماسك في يديا واحد 5 دقائق عاد غنمسحون بنفس الطريقه اللي مسحت بها القوماج وعاد غنرجع لكم ان شاء الله. من بعد المانيكور كيولاو وتفيراتي حتى هما تنقاو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا من طريقه المانيكور وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ولا عجبكم قولوا عليا تحت في لي كومونتير وما تنساوش جيم وما تنساوش كومونتير واللي دخل جديد لاشين يتابعونا في القناه وشكرا على المشاهده. الى الفيديو
الجاي ان شاء الله. وبسلام عليكم، تهلاو فريزكم بزاف بزاف.